اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الواسع الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفهمنا وأن يعلمنا وأن يفتح علينا فتوح العارفين، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وهو سبحانه وتعالى حسبنا ونعم الوكيل. الحمد لله الذي أكرمنا وأنعم علينا بالعلم وهيأ لنا سبله وسبل التعلم وسبل القراءة والاطلاع، والحمد لله على كل شيء. كنا في المرة السابقة تكلمنا على قضية الأمر عند الإطلاق، يعني مفهوم الأمر عند الإطلاق، وقلنا بأنه أي صيغة افعل وما لحق بها من الصيغ الموضوعة للإلزام محمولة عند الإطلاق. عند الإطلاق يعني عند الخلو والتجرد كذلك، لأن الإطلاق والتجرد معناهما واحد. الصيغة مطلقة يعني خالية من القرائن الصارفة أو من القرائن المؤيدة للوجوب، لأن القرينة إما أن تكون قرينة صارفة وإما أن تكون قرينة معينة للوجوب. فالصيغة مطلقة يعني خالية، ومجردة يعني خالية، فأصبح عطف والتجرد على الإطلاق من قبيل عطف التفسير. عايز يقول لك إيه؟ إن التجرد هو الإطلاق والإطلاق هو التجرد عن القرينة، ليس التجرد عن كل شيء، وإنما التجرد والإطلاق عن القرينة. فعن متعلقة بإيه؟ بالإطلاق، أو متعلقة بالتجرد، لكن نقدر نقول إنها من قبيل التنازع. واخد بالك؟ آتوني أفرغ عليه قطرة، آتوني أفرغ عليه قطرة. فهل يا ترى التجرد عن القرينة ولا الإطلاق عن القرينة؟ ممكن تيجي فيها دي، ولا التنازع لا يشترط فيه التعاطف؟ ده سؤال ليه، كنت مش معايا ولا إيه؟ إيه رأيك يا مولان؟ لا، ما يشترطش، لا يشترط فيه، يشترط فيه ألا يكون هناك عطف، لأن المعطوف والمعطوف عليه بمثابة الجملة الواحدة، واخد بالك؟ لأن هناك قال إيه؟ آتوني أفرغ، ما قالش آتوني وأفرغ، قال آتوني أفرغ عليه قطرة. ده التنازع، التنازع اللي هو إيه؟ أن يتقدم عاملان ويتأخر معمول واحد، أو ده مثال الأبسط، وكل منهما يريد أن يعمل في المعمول. لكن ده هنا المعطوف والمعطوف عليه بمثابة الجملة الواحدة، فما تجيش في المعطوف والمعطوف عليه، تأتي في غير هذا، آتوني قطرة أو أفرغ قطرة. لكن ده هنا الإطلاق والتجرد الاثنين كأنهم بمعنى واحد، يعني الخلو عن القرينة. أي قرينة؟ قال القرينة الصارفة عن القرينة الصارفة له، أي الصارفة للأمر. صرفته عن إيه؟ صرفته عن أصل وضعه. فالأمر في أصل وضعه افعل موضوعة للوجوب، وهذا أمر تقرر عند العلماء بالأدلة المرعية. وهل الوجوب مستفاد من الصيغة لغة ولا شرعا ولا عقلا؟ ثلاثة آراء موجودة في جمع الجوامع، وعلى كل حال مش هنخش في المباحث الدقيقة دي ليها مرحلة أخرى، احنا عايزين بس ناخد على قد اللي عندنا هنا على مقدار ما ندرسه. الصارفة له أي للأمر عن موضوعه، عن موضوع اللي هو إيه؟ الوجوب، يعني عما وضع له. طب وضع له بوضع اللغة أم بوضع الشرع؟ مذهبين، وبعضهم قالوا عقلا كمان، عقلا يعني من جهة المعنى الموضوعة، عن موضوعه تحمل عليه، أي تحمل على الوجوب. طيب،
لأنها حقيقة فيه، يعني حقيقة في الوجوب. افعل حقيقة في الوجوب، مجاز في غيره، أي في غير الوجوب من الندب والإباحة وغيرهما، على الصحيح من أقوال العلماء. نحو أقيموا الصلاة، فين بقى أقيموا؟ أقيموا أصلها إيه؟ افعلوا. طب افعلوا ديت إيه؟ أمر، والأمر للوجوب، وليس هنا قرينة صارفة للأمر عن موضوعه وهو الوجوب، لأن العلماء عندما تعاملوا مع هذا النص بحثوا فلم يجدوا فيه قرينة تصرف الوجوب إلى غيره، أو تصرف الصيغة مش الوجوب، الصيغة هي اللي بتصرف مش الوجوب نفسه. أقيموا الصلاة إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب، منه أي من الصيغة التي دل الدليل على أن المراد منها الندب أو الإباحة مثلا، لأن قد يأتي الدليل ويصرف صيغة افعل من أصل موضوعها إلى الندب أو إلى الإباحة أو إلى غيرهما من الاستعمالات الأخرى. في جمع الجوامع جعل صيغة افعل لها 26 استعمال، طبعا مش هخش في الاستعمالات دي، الله يكرمكم بارك الله فيكم، أو غيرهما، أو غيرهما أي غير الندب والإباحة. مما يأتي الكلام عليه بعد ذلك، فيحمل على ما دل الدليل على أنه المراد منه، يعني إذا قام الدليل على أن المراد من هذه الصيغة الوجوب حملت الندب حملت على الندب، الإباحة حملت على الإباحة، التهديد حمل على التهديد، إلى آخره. فالمصير إلى الدليل واجب. طيب واضحة جدا، كل ده واضح. هنا بقى في مشكلة، الاستثناء ده نوعه إيه؟ ما نوع هذا الاستثناء؟ الاستثناء على نوعين يا مولانا، إما استثناء منقطع وإما استثناء متصل. الاتصال والانقطاع، إيه بقى هو الاتصال؟ الاتصال أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، والمنقطع أن يكون المستثنى ليس من جنس المستثنى منه. ده أقرب التعريف، لأن بعضهم يقول لك أن يكون بعضا. يعني من جنسه؟ يعني لما أقول مثلا جاء القوم إلا حمارا، القوم ده مستثنى منه، والحمار أعزكم الله مستثنى، فالحمار ليس من جنس القوم وإنما هو من متعلقات القوم. فإذا قلنا إلا حمارا كان استثناء الحمار من القوم استثناء منقطعا. لماذا؟ لأن الحمار وهو المستثنى ليس من جنس المستثنى منه وهم القوم. جاء القوم إلا محمدا، فمحمدا هذا الشخص من جنس القوم، لأن القوم يطلق على الناس الأفراد حيوانات الناطق، فإذا استثنينا وأخرجنا حيوانا ناطقا من الحيوانات الناطقة يبقى ده من جنس القوم. طيب الاستثناء المنقطع قالوا بأنه يطلق عليه استثناء على سبيل المجاز، والأصل في الاستثناء أن يكون متصلا، والاستثناء إذا أطلق حمل على المتصل لا على المنقطع. طب هنا الاستثناء ايه؟ قالوا الاستثناء منقطع. ليه؟ قال لانه بيقول وهي عند الاطلاق، هي اللي هي صيغه افعل، والتجرد عن القرينه، يبقى بيتكلم في انهي صيغه؟ في صيغه افعل التي خلت عن الاطلاق، التي تجردت
عن القرينة وأطلقت عن القرينة. يبقى كأنه قال وصيغة افعل في كل حال من أحوال الإطلاق وفي كل حال من أحوال التجرد للوجوب إلا ما دل الدليل. لا، طب ما هو ما دل الدليل ده مش راجع لقضية الإطلاق والتجرد. ليه؟ لأن إذا دل الدليل لا تكون حينئذ مجردة ولا مطلقة عن القرائن، بل يكون مع القرينة. لما يقول لك التجرد والإطلاق يبقى ما فيش دليل على أنها مصروفة من أصل وضعها إلى وضع آخر، وحينئذ سيكون ما دل الدليل عليه ليس من جنس الإطلاق والتجرد. الإطلاق والتجرد يعني خالية من الدليل. طب وما دل عليه الدليل ليس مستثنى مما يعني جرد ومما أطلق عن القرينة إلا ما دل الدليل، يبقى هذا ليس من جنس ما خلا عن الإطلاق، ما خلا عن التجرد وما كان مطلقا عن القرينة، لأن مطلق عن القرينة يبقى معهوش دليل، مجرد عن القرينة يبقى معهوش دليل. يبقى هقول لك إيه؟ هقول لك إلا ما دل عليه الدليل مستثنى مما ليس معه دليل. إزاي؟ ده أنا بقول المستثنى منه ليس معه دليل، وبقول المستثنى معه دليل. الذي معه دليل ليس من جنس من ليس معه دليل. يبقى صار إيه؟ صار استثناء منقطع، كأنه قال ولكن إن دل الدليل على أن المراد من هذه الصيغة الندب حملت على الندب، أو أن المراد من هذه الصيغة الإباحة حملت على الإباحة، فالاستثناء منقطع. فهمنا يعني إيه استثناء منقطع بطريقة بسيطة؟ لأن ما دل عليه الدليل صرفه عن الوجوب ليس مجردا، لأن ما دل الدليل على صرفه، معلش سقط من لساني، لأن ما دل الدليل على صرفه عن الوجوب ليس مجردا عن القرين. صحيح، لأنه إذا كان معه دليل يبقى مش مجرد، وما دام إن هو مش مجرد يبقى ليس مستثنى من المجرد، كأني بستثني واحد لابس من واحد عريان. ينفع؟ بسيطة أجيبها لكم بطريقة سهلة. يعني إيه مجرد؟ يعني مش لابس حاجة. ويعني إيه معاه دل الدليل؟ يعني لابس. يبقى يا مولانا استثنينا إيه؟ استثنينا اللابس من العريان. قام القوم العراة إلا زيدا اللابس. ينفع تستثني واحد لابس من ناس عراة؟ لا. يبقى ده استثناء مشايخ، ده استثناء منقطع. الأستاذ ده ممكن يبقى استثناء متصل؟ ازاي مولانا؟ مع تأويل. ما هو بيقول لك اهو إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة فالاستثناء منقطع، أو الاستثناء متصل. هو كان مفروض يقول أو متصل، لكن هو نصبها، بس هي يعني معطوفة على فالاستثناء منقطع أو متصل فارفعوها، ربنا يرفعكم. بس هو ممكن يكون لقاها كده في المخطوط فتبقى تصحيف ورا كده يا شيخ لؤي، بيقول لك اهو فالاستثناء منقطع لكذا كذا كذا، او هيبقى يقول ايه؟ او متصل، لانها معطوفه على المرفوع، والمعطوف يا مشايخ على المرفوع ايه؟ مرفوع رفعكم الله. واحد يقول لي بس هي كده في المخطوط، يعني هو اللي كتب المخطوط ده سيبويه؟ مش هو اللي كتبه سيبويه عشان يبقى حجه؟ طب ما حدش يعني يمكن متصلا
حد عنده مثلا توجيه لمتصلا؟ مفيش، انا مش لاقي لها توجيه، فالاستثناء منقطع. طيب في حد معاه نسخة غير النسخة اللي معانا؟ النسخة اللي بتقرا منها نسخة ايه دي؟ لا دي مش بي دي اف، دي مش نازلة بي دي اف يا ولد. صورها امتى؟ انت مدلس يلا. بقول لك نسخة غير النسخة اللي معانا، في نسخة كانت معمولة ماجستير، ورينا كده فيها ايه؟ نشوفها برضك. مين اللي معاه غير قرطبة؟ اه انت بسم الله ما شاء الله عارف النسخة. ها مين اللي معاه النسخة غير النسخة القرطبة؟ ما فيش حد معاه الا قرطبة. بس هي قرطبة ايه؟ قرآن يتلى؟ لا ما ابن كثير برضك اصلها قرطبة. يا في واحدة على النت، في واحدة على النت، واللي على النت ديت بي دي اف ديت اللي هي بتاعت رسالة الماجستير، لكن هي اللي انا مش شايف لها وجه غير متصل، يبقى ده تصحيف. طيب على انه متصل يعني ايه بقى متصل يا مشايخ؟ نرجع بقى. متصل يعني ان المستثنى من جنس المستثنى منه. ايه ده؟ إلا عند الإطلاق والتجرد عن القرينة الصارفة عن موضوعه إلا ما دل الدليل. قالوا آه، قالوا كده يبقى متصل. ليه؟ قالوا أصله هو القرينة إما أن تكون حالية وإما أن تكون مقالية، فهيبقى المستثنى منه هو القرينة الحالية، ويبقى المستثنى منه اللي هو القرينة المقالية إلى ما دل الدليل المقارن. ولذلك بيقول لك والمعنى أن الصيغات المجردة عن القرائن، أهي بص، الحالية والمقالية تحمل على الوجوب إلا أن يعلم بدليل منفصل. يبقى هو بيستثني منين؟ بيستثني من الدليل المتصل. هو عايز يقول لك الصيغة عند الإطلاق والتجرد عن القرائن الحالية والمقالية تحمل على الوجوب في كل الأحوال إلا في حالة واحدة، إذا كان هناك دليل منفصل فإنه حينئذ تحمل على ما دل عليه الدليل. يبقى والمعنى أن الصيغة المجردة اللي هي افعل خالية من إيه؟ خالية من قرينة حالية أو قرينة مقالية. حالية يعني راجعة إلى الحال، مقالية يعني صيغة افعل مش مصحوبة بقرينة مقالية معها، لأن أنا عندي الدليل إما متصل وإما منفصل، فصيغة افعل ليست معها دليل متصل يدل على أنها مصروفة عن أصل وضعها، ولكن إيه ممكن يبقى إلا بقى أن يأتي دليل منفصل من خارج الصيغة فتحمل الصيغة على هذا الدليل المنفصل الذي جاء من الخارج، وحينئذ هيبقى إيه؟ هيبقى المستثنى من جنس المستثنى منه. ليه؟ لأنه هو ما استثناش القرائن الحالية والمقالية. أمال استثنى إيه؟ استثنى الأدلة المنفصلة، لأن الأدلة المنفصلة داخلة في عموم ما سبق ولذلك استثناها. فهمنا؟ فقال والمعنى أن الصيغة المجردة عن القرائن الحالية والمقالية وغير المجرد، بص خليك معايا بقى تقولها كده، أن الصيغة المجردة عن القرائن الحالية والمقالية والأدلة المنفصلة تحمل على
الوجوب، صح كده؟ خلي بالك افهمها الأول بالطريقة دي، وقف عند إلا، ما تفهمش إلا دلوقتي. يبقى عندنا المستثنى منه كم حتة، كم جزء؟ ها، ثلاثة: حالية، مقالية، أدلة، منفصل. ده المستثنى منه، صح كده؟ لأن احنا بنتصور ان هو دخل، وبعد كده قال لي ايه؟ إلا الأدلة المنفصلة. فراح خرج الأدلة المنفصلة. يبقى نقول افعل المجرد عن القرائن الحالية والقرائن المقالية والأدلة، والذي يعني في كل أحوال الأدلة المنفصلة. ورحنا بعد كده استثنينا الأدلة المنفصلة من المستثنى منه، يبقى كده بقت ايه؟ بقى استثناء متصل. ليه؟ لأن المستثنى منه يشتمل على أن تكون الصيغة مجردة، وأن تكون الصيغة معها أدلة منفصلة، صح كده؟ يبقى ثلاث حاجات. ساب الأدلة القرائن الحالية، ساب المجردة عن القرائن الحالية والقرائن المقالية كما هي، وحذف بالاستثناء الأدلة المنفصلة. ما هو أصل هو في الاستثناء المتصل لابد من أن يكون المستثنى منه مشتمل على ما خرج حتى يتم إدخاله. ما هو دخل الأول وبعد كده خرج. لما أنا قلت جاء القوم إلا زيدا، قبل ما أقول إلا زيدا، لفظ القوم بوضعه متناول لزيد حتى يتم إخراج زيد، لأن الاستثناء معناه إيه؟ معناه إخراج ما لولاه لوجب دخوله. يعني لولا الاستثناء موجود لكان هذا المستثنى منه موجود. يعني لولا إلا زيد، إلا زيد، لولا إلا زيد لكان زيد واجب دخوله في القوم. إيه؟ متصل. طب أخلص بس دي. يبقى علشان نتصور الاستثناء المتصل لابد أن نفهم أن ما خرج لابد وأن يكون داخلا حتى يصح الاستثناء، لأن الاستثناء إخراج، والإخراج يفهم منه إيه؟ أنه كان داخلا حتى يخرج. هتقول مثلا خرج زيد من الدار، يفهم منه أن زيد كان جوه الدار، داخل الدار، ثم بعد ذلك خرج، فالإخراج فرع عن الدخول، والاستثناء فرع عن تناول المستثنى منه لأفراد المستثنى. دي حاجات أنا ما قلتهاش قبل كده، بس يعني بالخبرة يعني. ايه ده انت بس عشان شربتني الماء زمزم. يعني هي القضية كده. يبقى القضية اني الصيغة المجردة والصيغة كذلك التي معها الدليل المنفصل، ثم بعد ذلك حذف الدليل المنفصل. ده انا بقربها لك جدا بهذه الطريقة عشان افهمك ان من حملها على انه استثناء منقطع له وجه، ومن حملها على انه استثناء متصل له وجه. من حملها على انه استثناء منقطع قال ان الادلة المنفصلة داخلة معانا في القرائن. ما هو قال يعني ايه؟ قال كده، قال افعل مجردة عن القرائن الحالية والقرائن المقالية وعن كل ما يدل على أنها مصروفة من مصروفة عن أصل وضعها.
جميل. واللي قال ان هو استثناء متصل قال لا، قال ده انا المستثنى عندي قرائن حاليه وقرائن مقاليه وادله منفصله تحمل على الوجوب الا في حاله واحده، فيما اذا كانت مع الصيغه ادله منفصله تدل على صرفها فانها تحمل في هذه الحاله على ما دل عليه الدليل، إلا أن يعلم بدليل منفصل خروجها عنه. طيب عندك إيه؟ في قولنا أو متصلا طلعت إيه عندك؟ أو متصل. آه صح. فهمتم ولا صعبة؟ يبقى عندنا هو المستثنى منه اشتمل على أن الصيغة مجردة عن القرائن الحالية والمقالية وليست يعني بمعزل عن الأدلة المنفصلة، ده كده الاستثناء كأنه بيقول له هي مجردة ولكن هي أيضا محتملة لوجود أدلة منفصلة معها فتحمل في هذه الحالة على الوجوب إلا في الأدلة المنفصلة فإنها حذفت من دائرة المستثنى منه. طب إيه ده؟ يعني في الأدلة المنفصلة تحمل على الوجوب، ما أنت لازم تفهم الجملة كلها مع بعض، بس أنا بقطعها لك عشان أوضح لك إزاي إن المستثنى قد خرج من المستثنى منه، والخروج إنما يكون بعد إيه؟ بعد دخول. فالأدلة أهي بدليل منفصل، إلا أن يعلم بدليل منفصل. طب ما هو الدليل المنفصل ده داخل في المستثنى منه حتى يتم خروجه. عندك إيه؟ أي في كل حال من الأحوال إلا في حالة واحدة وهي وجود دليل منفصل يدل على كون الصيغة ليس للوجوب. الله، طب ما هي هي يعني أنها تحمل على الوجوب في كل الأحوال اللي طيب، يبقى دخل بقى معانا الدليل المنفصل في دائرة المستثنى منه، صح كده؟ وبعد كده أخرجناه. طيب حد عايز نشرحها تاني؟ هنا برضك بيقول لك اهو، دي عبارة المحل هي هي. قال: وهي أي الصيغة عند الإطلاق والتجرد عن القرينة الصارفة عن طلب الفعل حالية كانت أو مقالية تحمل عليه أي على الوجوب لأنها حقيقة فيه مجاز في غيره من الندب وغيره على الصحيح، كل ده قلناه. واللفظ عند الإطلاق إنما يحمل على معناه الحقيقي، صحيح، يعني إذا تلفظنا بلفظ وأطلقناه لا يفهم منه إلا معناه الحقيقي. عندما أقول أسد، أسد يعني الأسد هو الحيوان المفترس فيحمل في حينئذ على معناه الحقيقي لا المجازي. وهذا لا ينافي ما تقدم في جمع الجوامع، مش عايزين ده. قال ما قالش بقى هنا اهو. قال: ويرد على الشارح أنه كان الواجب أن يبدل قول الصرف. طيب، وذلك الأمرين: أن ذلك أوفق بقوله على وجه الاستثناء المنقطع إلا ما دل الدليل على أنه المراد منه، أي إلا الصيغة التي دل الدليل على أن المراد منها الندب أو الإباحة مثلا فيحمل، أي ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة عليه، أي على الندب أو الإباحة مثلا. مثال للصيغة المحمولة على الندب القيام الدليل على إرادته منها، كما يتوهم من قوله تعالى: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم، أي عبيدا كانوا أو إماء، فكاتبوهم. كاتبوهم دي صيغة إيه؟ أي مثال الندب فكاتبوهم، يعني والذين يبتغون الكتاب، يبتغون الكتاب يعني يريدون عقد الكتابة، مما ملكت أيمانكم، مما ملكت أيمانكم، أي سواء كانوا عبيدا
ذكورا أو إناثا فكاتبوهم. طب ما كاتبوهم دي صيغة أمر، قال هي صيغة أمر ولكنها محمولة على الندب. ليه؟ قال له لوجود القرينة الصارفة. إن علمتم فيهم خيرا، يعني إن علمتم فيهم أمانة وقدرة على أداء المال بالاحتراف، يعني إذا طلب منك عبدك أو أمتك طلبت منك أن تكاتبها وعلمت أن العبد والأمة قادرين، علمت أن العبد والأمة قادرين على الاكتساب. الأمة كانت عبقرية تشتغل على الكمبيوتر وهتشتغل في شركة برمجيات وهتحصل المال وتدفع للنجوم فتعتق، والعبد كان ذكي وشغال عنده صنعة يستطيع أن يؤدي حقوق الكتابة كما قاله الشافعي رضي الله تعالى عنه. ومثال الصيغة الدالة على الإباحة. طيب لكن هنا قالوا إن اللي صرف فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا الإجماع. طب والإجماع ده بقى لفظي ولا حالي؟ قالوا لا، ده دليل منفصل، دليل منفصل بعيد خالص عن كاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. وقد أجمعوا على عدم وجوب الكتابة، وقوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، أي إذا حللتم من الإحرام فاصطادوا. الأمر هنا إيه؟ للإباحة وليس للوجوب. والدليل على أن اصطادوا صرفت من أصل وضعها وهو الوجوب إلى الإباحة الإجماع، لولا الإجماع لكان الاصطياد واجبا. فاصطادوا من قوله فإذا حللتم أي من الإحرام فاصطادوا، وذلك لأنهم أجمعوا، من اللي أجمعوا؟ أهل العلم يعني، على عدم وجوب الكتابة وعدم وجوب الاصطياد. وإجماعهم دليل على أن المراد في الموضعين ما ذكر. طيب ما فيش بقى الاستثناء، شوف بس بيقول في الاستثناء ايه. بيقول والأمر الثاني أن التجرد عن القرينة الصارفة عن طلب الفعل صادق مع وجود القرينة الدالة على الندب، على أن المراد الندب. أيوة، لأنه هو الدليل المنفصل يصدق على الصيغة مع الدليل المنفصل أنها مجردة عن القرائن الحالية والمقالية. ما هو كده، هو ده اللي احنا عايزين نقوله، عايزين نقوله إنه مع وجود الأدلة المنفصلة يصدق على الصيغة أنها مجردة عن القرائن الحالية والمقالية. أي اللي احنا عايزين نقوله. الأمر الثاني أن التجرد عن القرينة الصارفة عن طلب الفعل صادق مع وجود القرينة الدالة على أن المراد الندب، لأنها حينئذ قد انتفت القرينة الصارفة عن طلب الفعل فصدق التجرد عنها، مع أنه لا يحمل على الوجوب حينئذ بل على الندب كما صرح به المصنف في الاستثناء، ولا يندفع الاعتراض عليه بحمل كلامه. كلام بقى طويل في هذا. طيب بيقول بقى والتجرد عن القرينة من عطف التفسير على الإطلاق، لأن بيقول لك كده عطف تفسير بقى له الكلام ده ابن قاسم، أو على تفسير بعض آخر لها، يحتمل أنه عطف بناء على والقرينة بما يدل لا بالوضع أو على تفسير آخر. ده بقى قال كمان ممكن أنه هو يدخل مدخل تاني. لا 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 لا، خذ يا مولانا ده لو دخلنا فيه مش هنطلع إلى يوم القيامة. لا هو ده الكتاب ده خليه للولاد إن شاء الله في آخر مرحلة. طيب
فهمنا بقى انه الصيغة المجردة عن القرائن الحالية والمقالية تصدق مع وجود الأدلة المنفصلة الموجهة إلى الندب أو إلى غيرها، ولذلك بعد كده حذفها. يبقى صيغة افعل مجردة عن القرائن الحالية والمقالية ومعها أدلة، خلي بالك، ومعها أدلة تصرفها منفصلة تصرفها إلى الندب مثلا، ولذلك بعد كده صح له أن يستثني هذا، لأن ما قبل يشمل هذه المراحل الثلاثة زي ما شرحتها ومفهومة من ابن قاسم العبادي. خلصنا من الحتة دي، حتة صعبة معلش، العلم عايز تحمل. قال: ولا يقتضي الأمر المطلق العاري. عاري يعني إيه؟ يعني خالي عن التقييد، أي لم يقيد بالمرة ولا بالتكرار. يبقى الأمر المطلق العاري عن التقييد، يبقى كلمة العاري عن التقييد تفسير لإيه؟ للمطلق. إيه هو المطلق؟ تقول لي العاري عن التقييد، يعني إيه عاري؟ مش لابس يعني؟ لا، يعني خالي، يعني غير إيه؟ غير مقيد. غير مقيد بإيه؟ قال له غير مقيد بالمرة، أهو ليس افعل مقيدة بمرة واحدة ولا مقيدة بالتكرار. افعل أبدا أو افعل مرة واحدة، يبقى احنا خلافنا أهو، محل نزاع، أهو محل نزاع في إيه؟ افعل إذا لم يكن معها دليل على المرة الواحدة، مش افعل مرة واحدة، أو لم يكن مع افعل ما يدل على التكرار، افعل أبدا. يبقى ده اللي احنا بنتكلم فيه، أن صيغة افعل إذا خلت عن التقييد بالمرة وعن التقييد بالتكرار بما تفيد؟ تفيد إيه؟ هل تفيد المرة الواحدة ولا تفيد طلب الماهية، طلب الفعل بغض النظر عن أعداد وأرقام، ولا تفيد التكرار، الاستمرار في الفعل؟ هو ده محل الكلام. قال: ولا يقتضي بالتحتية الأمر المطلق. إيش هو الأمر المطلق؟ قال: العاري عن التقييد. عاري عن التقييد بإيه؟ بالمرة أو بالتكرار أو بشرط أو بصفة. عن كل هذا لا يفيد هذا المرة، يعني ما أقولش مثلا اسقني، اسقني ده عاري لأنه ما قلتوش، أنا لم أقل له اسقني مرة واحدة أو اسقني مرارا وتكرارا، وإنما قلت له اسقني. فهل قولة اسقني تدل على طلب حصول السقية، أم تدل على مرة واحدة من السقية، أو تدل على أنه يعني يشتغل بالسقاية كلما أنتهي من الشرب يضع لي، كلما أنتهي يضع لي، وهكذا؟ بل يفيد اللي هو إيه بقى؟ الضمير عايد لإيه؟ الأمر العاري عن التقييد. تقييد بإيه؟ بالمرة وبالتكرار وبالشرط وبالصفة، كقوله: أعطي زيدا درهما. أعطي زيدا درهما، يعني المقصود إيجاد ماهية الإعطاء، ولا المراد إعطاء درهم واحد، أو المراد أنه يعطيه درهما ثم درهما ثم درهما ثم درهما إلى أن ينتهي به الحال؟ قال: لا، بل قوله أعطي زيدا درهما يدل على طلب ماهية الإعطاء فقط، ولا علاقة لنا لا بمرة ولا تكرار،
وإن كانت المرة ضرورية لإدخال الإعطاء في الوجود، ولكنها ليست مما وضعت له الصيغة. كلام صعب صح؟ ده سهل يا أهل، فاهمينه؟ مش فاهمين. الصيغة وضعت لإيه؟ افعل، وضعت لطلب الماهية. ماهية إيه؟ اسقني، وضعت لطلب حصول السقيا فقط. لكن السقيا أنا ده أنا هسقيك بقى، ما أنا هنتقل إلى المرحلة الثانية، إن أنا همتثل، إن أنا هنفذ. فلما نفذ هنفذ مرة واحدة، هل بقى المرة الواحدة ديت أنا أصدها بالمطابقة؟ لا، ده أنا أصد بس حصول المهية. وإن كانت المهية بالضرورة لن توجد إلا في مرة واحدة، لكن المرة الواحدة دي أنا مش عايزها، أنا عايز طلب السقيا بس. فصارت المرة ديت مما لابد منه في حصول الامتثال، لأن الامتثال لا يحصل بغيرها، بأقل منها. فهمنا؟ بل يفيد طلب الماهية من غير دلالة على تكرار. تكرار يعني تكرار الفعل، إيقاعه مرة بعد مرة إلى آخره. ولا مرة يعني وكذلك لا يدل على مرات. ولكن واحد قال له طب ما هو المرة موجودة، قال له ما هي مش مما وضعت له الصيغة. دي مرة أساس ضرورية، بس لضرورة الامتثال، لضرورة إدخال الفعل في الوجود. فإننا إذا أدخلنا الفعل في الوجود لابد وأن يحصل بمرة واحدة، ده ضرورية للامتثال بس. قال بل يفيد طلب الماهية من غير دلالة على تكرار ولا مرة، ولكن المرة الواحدة لا بد منها في الامتثال. ما هو الأمر المراد بيه إيه في الآخر؟ إن حضرتك تسقيني، اسقني مجرد أهو، لا معلقة بمرة ولا معلقة بتكرار ولا معلقة بصفة ولا معلقة بشرط. ماشي؟ طيب يبقى أنا أقصد إيه؟ إدخال السقاية في الوجود، طلب السقاية. وإدخال السقاية في الوجود لا يحصل بأقل من مرة واحدة، فصارت المرة الواحدة لا بد منها حتى يحصل الامتثال. الامتثال اللي هو ايه؟ اللي هو تنفيذ الامر. فهي من ضروريات الاتيان بالمأمور به، يعني مما لا بد منه في حصول المأمور به. هقول لك حاجه، عارف كده جدلا كده، لو الامر كان بيحصل باقل من مره لكانت الاقل من مره ضروريه ايضا. ولذلك لما اقول له مثلا اسقني، اسقني ماء، يلزم من اسقني ماء ان ياتي بكوب، ولا هيجيب الميه ازاي من غير كوب؟ فصار انا طالب ايه يا مشايخ؟ انا طالب الماء فقط، ولكن الماء لن يكون بغير كوب، فصار الكوب من ضروريات الاتيان بالماء. لكن انا مش دعوه، اسقني، هتجيب لي في كوب، هتجيب لي في اناء، هتجيب لي في عفريت ازرق، انا عايز اشرب وخلاص. فلما الاناء كان ضروريا للسائل، ها، كان مثل القضيه اللي معانا دي بالظبط. احنا بنضرب طبعا مثال بالسقايه احتفاء بالساقي واحتفاء بالمسقى. يعني بقى من ضروريات، يعني مما لا بد منه، مما لا بد منه، مما لا يحصل الامتثال الا به، لن يكون هناك امتثال الا بالمره الواحده. والامتثال ده هو المقصود، مقصود الامر ايه؟ انه يمتثل المامور به.
طب ليه بقى؟ لماذا؟ لماذا كان الأمر دالا على يعني الماهية؟ قال لأن ما قصد به من تحصيل المأمور به يتحقق بالمرة الواحد. لا، ده هو بيتكلم على ليه إنه من الضروريات، يعني بيقول لك فهو من ضروريات الإتيان به اللي هو المرة الواحدة. وذلك لأن ما قصد به، أنت أقصد إيه بالأمر؟ أنا أقصد بالأمر تحصيل المأمور به، أقصد من أني أنا أقول له اسقني أنه هو ينفذ ويأتي لي بماء حتى أشرب، ده المقصود بتاعي. وهذا المقصود لا يتحقق إلا بمرة واحدة، فصارت المرة الواحدة من لوازم الأمر، من لوازم حصول المقصود، من لوازم الامتثال. قال وذلك لأن ما قصد به أي بالأمر من تحصيل المأمور به، لأن المأمور به لا يوجد ولا يتحقق ولا يحصل إلا بذلك، يتحقق نعم بالمرة الواحد. طب ولماذا بقى لا يدل على ما زاد على المرة الواحدة؟ لماذا لم تطلب غير المأل؟ لأن الأصل القاعدة المستصحبة براءة الذمة عما زاد عن المرة الواحد. يعني هو إذا فعل مرة واحدة برئت ذمته. ليه؟ لأن القاعدة المستصحبة إن ما زاد على المرة الواحدة الذمة منه خالية. قال والأصل يعني والقاعدة المستصحبة في هذا براءة الذمة، يعني خلوها مما زاد على المرة الواحد، إلا ما دل الدليل على قصد التكرار معه، يعني إلا أن يوجد دليل يدل على التكرار فإنه حينئذ يجب إيه؟ يجب التكرار. لماذا؟ للدليل وليس لوضع الأمر، كما في قوله تعالى أقيموا الصلاة، فإن أقيموا الصلاة دلت على التكرار بإيه؟ بالأدلة التي دلت على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يوم الإسراء والمعراج عرج إلى السماء وطلب من الله سبحانه وتعالى أن تخفف من 50 إلى 5 وإلى آخره. يبقى فيعمل به، أي يعمل بذلك الدليل الذي دل على أنه لا بد من تكرار الفعل، كالأمر بالصلوات الخمس، كما في قوله كالأمر بالصلوات الخمس، والأمر بصيام رمضان يدل على التكرار، والذي دل فيه على التكرار إنما هو الدليل المنفصل، كما في قوله صلى الله عليه وآله وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فده إيه؟ ده رابط، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، يعني أنكم إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا لم تروه فلا تصوموا، فمن شهد منكم الشهر فليصوم، فكلما شهدت الشهر كلما صمته. فهذا دليل زائد على طلب الصيام، وهو أنه يتكرر بتكرر الزمان. والأمر بالزكاة، ما بتطلعش الزكاة مرة واحدة، ولكن كلما بلغ كل عام من الأعوام في المال الذي تشترط فيه أو يشترط فيه الحول، كل حول تخرج الزكاة، والذي دل على ذلك الأدلة. يبقى هذا خارج عن محور مسألتنا، احنا محور مسألتنا في الأمر المطلق، يدل على المرة ولا يدل على طلب الماهية ولا يدل على التكرار؟ ألا يدل على طلب الماهية، ولا يدل على مرة ولا على تكرار إلا إذا دل الدليل على طلب التكرار، فيجب العمل حينئذ بالتكرار، وضرب مثالا لذلك. قال ومقابل الصحيح أقوال، منها
أنه أي أن الأمر يقتضي التكرار، أي سواء علق، خلي بالك، بشرط فإنه يقتضي التكرار، أو صفة فإنه يقتضي التكرار، أو لم يعلق بذلك فإنه يقتضي التكرار، غير أنه إذا علق بصفة أو بشرط كان طلبه للتكرار أقوى مما لم يعلق بصفة ولا بشرط. قال: لأن النهي يقتضي التكرار فكذا الأمر. قال له: لأننا نريد أن نقيس الأمر على النهي. يعني إيه يا مشايخ؟ إذا قيل لك لا تأكل الطعام، دل طلب الترك على أنه لا ينبغي لك أن توجد حقيقة الأكل مطلقا، وكان ذلك دلا على التكرار. تكرار إيه؟ تكرار منع النفس عن تناول الطعام. فلما كان النهي مفيدا للاستمرار وللتكرار قيس عليه الأمر بجامع أن كل منهما طلب، لكن الأمر طلب للفعل والنهي طلب للترك، فقيس هذا على ذاك بجامع يا مشايخ، بجامع الطلب. ده الرأي ده يعني ما بنقوله. وأجيب بأنه قياس في اللغة. قال له: لا، أنا لا أسلم لك هذا القياس. ليه؟ لأن احنا بنتكلم في مسألة لغوية، وده قياس في اللغة، والقياس في اللغة غير صحيح. وأجيب أيضا بالفرق بينهما. قال له: خلينا نقول إن في قياس في اللغة، أنا ماشي معاك حتة حتة يعني، أنا واخدك كده بالإيه؟ بالهادي، زي ما المصريين بيقولوا، واخدك على الهادي. قال: وأجيب بالفرق بينهما. إيه بقى الفرق؟ قال: إن النهي يقتضي انتفاء الحقيقة، ولا تنتفي الحقيقة إلا بانتفاء كل أفرادها. عارف لو انت كلت أكلة واحدة ما انتفت الحقيقة، إذا قلت له لا تأكل فأكل أكلة واحدة ما انتفت الحقيقة. جميل. بأنه أن النهي يقتضي انتفاء الحقيقة، والحقيقة تنتفي بانتفاء كل فرد من أفرادها في جميع الأوقات وجميع الأزمنة. يبقى حقيقة النهي لا تتحقق، هو عايز يقول كده، بأن حقيقة النهي لا تتحقق إلا بالترك العام في كل الأوقات، بخلاف حقيقة الأمر فإنها قد تتحقق لأن وجودي في مرات واحدة. قال لك: كل، خدت لقمة كده وكلت، تحققت حقيقة الأمر. قال لك: لا تأكل من الطعام، يبقى ما ينفعش تأكل ملعقة وما ينفعش تأكل الطعام كله. ليه؟ لأن النهي لا يمتثل إلا بترك الأكل قليله وكثيره، إلا بترك الأكل قليله وكثيره، عشان نمشي باللغة. وأيضا إن الأمر ده لتحصيل المصلحة، والنهي دوت للابتعاد عن المفسدة، والابتعاد عن المفسدة لا يحصل إلا بالترك المطلق بخلاف تحصيل المصلحة. فيستوعب الشخص المأمور بالمطلوب، فيستوعب اللي هو الشخص المأمور يعني الشيء الذي أمر به،
فيستوعب المأمور بالمطلوب، هو مأمور بهذا المطلوب، يستوعبه يعني إيه؟ يعني يفعله بقدر الإمكان شاغلا للزمان بهذا الفعل ما يمكنه، يعني مدة إمكانه، خرج بذلك مدة غير الإمكان كالأوقات المصروفة إلى الأكل والأوقات المصروفة إلى الشرب والأوقات المصروفة إلى دخول دورة الحمام وهكذا. بس خلي بالك ده عبارة عن رأي أصولي ولم يفر عليه أحد من الناحية الفقهية، لكن ده عبارة عن إيه؟ ما تفتقت به أذهان علمائنا من خلال تقعيد القواعد. لكن هل يا ترى حد فر عليه؟ ما حدش فر عليه. قسم فقط، ما هو ده بس من قبيل يعني التقعيد، هو قاعد كده هو ما هو ممكن يبقى دل على كذا، واخد بالك، بسبب كذا وبسبب كذا وبسبب كذا، والأدلة تعطيه. لكن ما هو الذي استقر عليه التفريع الأول؟ ما يمكنه من زماني، يبقى من هنا مولانا الايه لبيان الجنس، يعني من جنس الزمان، زمان العمر، الإضافة بيانية، يعني زمان هو العمر، لأن الزمان هو العمر والعمر هو الزمان، يبقى الإضافة إيه؟ الإضافة بيانية. نحب إحنا بس اللقطات دي يا مولانا. أو من إضافة الأعم إلى الأخص، إضافة الأعم، الزمان أعم والعمر أخص. يا سلام، يلا اشتغل دماغك، لازم تشتغل. هو المراد من العلم إيه؟ المرض من العلم هو تنشيط الذهن، هو تحريك العقل. عايزين نقعد نفكر 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 وهكذا، وهذا ينفعك في الدنيا والآخرة. فأنا بقول مادة أصول الفقه دي مادة يتعلمها من أراد أن يتعلم العلوم الشرعية ويستعملها في الفقه، وكذلك يتعلمها من أراد أن يفكر بطريقة مستقيمة. حيث لا بيان، فين الولد اللي كان بيقول لي الحيثيات؟ راح فين الولد ده؟ شاطر بس اسألني. دي حيثية تقييد اهي. دي اسمها مشايخ حيثية تقييد، لأنه بيقول لك حيث لا بيان، يعني بقيدي ألا يكون هناك بيان لأمد المأمور به. قال له بشرط يعني أنه يستوعب ويكرر ويشغل وقته وزمانه بالفعل في وقت الإمكان وفي زمان الإمكان، بقيدي ألا يكون هناك بيان لأمد المأمور به، يفضل شغال به لغاية أما يموت. لأنه ممكن يبين له، يقول له مثلا أيها ما أنت عندك رقيقك، تقول له ابني لي هذا الحائط إلى آخر النهار، ابني حائطا، مش لازم بقى هذا، ابني حائطا إلى آخر النهار، فيبني الحائط خلاص، يبني اللي بعده خلاص، يفضل يبني 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 لغاية آخر النهار. يبقى ده إيه؟ وضع له أمدا وزمانا لانتهاء المأمور به. طب افرض بقى ما حطلوش زمن لانتهاء المأمور به، يخلص الحائط ده يبني اللي بعده، ويخلص اللي بعده لغاية ما يجي له وقت النوم، ويصحى تاني يوم يبدأ يشتغل في يبني حائط ثم حائط ثم حائط وهكذا. يبقى حيث لا بيان، يبقى محل الاستيعاب، حيث لا بيان لأمد المأمور به، لأمد يعني لزمن الفعل. طب ليه بقى؟
قال له لانتفاء مرجح بعضه على بعض. يا 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 هو ده الدليل عليه انتفاء مرجح. قال ما هو أمرك بالفعل أمرا مطلقا، فإما أن تفعله في هذا الزمان أو تفعله في الزمان الآخر. فلو فعلته في الزمان الأول لرجحت الزمان الأول على الزمان الثاني، ولو فعلته في الزمان الثاني لرجحت الزمان الثاني على الزمان الأول. وكلا الأمرين ترجيح بلا مرجح. وإذا كان ذلك من قبيل الترجيح بلا مرجح ينبغي عليك أن تفعله في كل الزمان، لأنك إن خصصت الزمان الأول فقد رجحته وذلك باطل، وإن خصصت الزمان الثاني فقد رجحته بإيقاع الفعل وذلك باطل. إذا وقال كده لانتفاء مرجح بعضه أي بعض الزمان على بعض. بسم الله ما شاء الله، صدق الكتاب حلو والله. وقيل، أنا قلت هنا ينبغي أن يكون هنا عنوان جديد، يعني كان مفروض يكتب هنا عنوان جديد، وده موجود في جامع الجوامع عنوان جديد. هنا ينبغي أن يكون يضع عنوان جديد فيما يفيده الأمر المعلق بشرط أو صفة. كان مفروض ان هم يعملوا له عنوان جديد يا شيخ يا مولانا. لا هو تعلق بالبحث. لا 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 ده عنوان جديد. بس ده انا بقول من الافضل ان يكون في عنوان جديد، لان هي مبحوثه في جمع الجوامع كعنوان جديد، الامر المعلق بشرط او صفه، مثل قوله تعالى وان كنتم جنبا فطهروا. ده معلق بايه؟ بشرط. طب وصفة؟ والزانية والزاني فاجلدوا. أصل الزاني اسم فاعل مركب من شخص ووصف قام بذلك الشخص، يبقى ده معلق بإيه؟ معلق بصفة، يعني الشخص الموصوف بالصفة دي اجلدوه. وهناك بيقول لك إيه؟ وإن كنتم جنبا فطهروا، معلق اهو بايه؟ بشرط، اداه شرطيه، وان كنتم جرما فطهروا. قالوا تكرر حسب تكرر المعلق به وهو الشرط او الصفه. وفي هذه المساله عده اقوال. وقيل المرة مدلوله، ده بيتكلم بقى على الأمر المطلق، وإحنا من شوية قايلين لا كمان وكمان مع علق بشرط أو بصفة أو مطلق إلى آخره. لكن المسألة دي فيها عدة أقوال، اللي هو إيه؟ أنه إذا علق بشرط أو صفة هل يتكرر أو لا يتكرر. الذي ذكره هنا أنه يتكرر بحسب تكرر الموصوف الصفة أو تكرر الشرط. المذهب الثاني أنه لا يفيد التكرار أي المعلق بشرط أو صفة، لا من جهة اللفظ، لا يفيده من حيث اللفظ، ولا يفيده كذلك من جهة القياس. الثاني أنه يفيده لفظا، اللي استفدنا التكرار من اللفظ. ليه؟ لأنه بيقول له إن كنتم جنبا فاتطهروا، فيستفاد من ذلك أنه كلما تتكرر الجنابة كلما يتكرر الغسل والطهارة. والزاني والزانية والزانية والزاني، يعني كلما تكرر الزنا تكرر الجلد. أو ليه بقى؟ قال لأنه بعضهم بقى بيقول لك لا لسه، بعضهم بيقول لك والله يتكرر من جهة القياس. طب يعني منين بقى من جهة القياس؟ قال له لأن تعليق الحكم على المشتق يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق. فكأنه قال الجلد سببه الزنا. والسببية يلزم من وجودها الوجود ومن
عدمها العدم. فكلما وجد الوصف وجد الحكم، وكلما انتفى الوصف انتفى الحكم. وقيل المرة مدلوله، لأنه تكلم على الأمر المطلق هل يفيد طلب الماهية وذكرها وهذا هو الراجح، ولا التكرار ده المذهب الثاني، ولا المرة ده المذهب الثالث. وقيل المرة مدلوله، يعني إيه مدلوله؟ يعني الأمر موضوع في، أو الأمر موضوع في مقابلة طلب الماهية مرة واحدة، فصار افعل موضوع لطلب الماهية مع الوجود مرة واحدة، وصارت المرة الواحدة من ما وضع له صيغة افعل. خلي بالك، أما على طلب الماهية المذهب الأول بيقول لا، لا افعل موضوع لطلب الماهية فقط، وليست المرة من مدلول افعل. المذهب ده بيقول ايه؟ لا، ده المرة من مدلول افعل، وليست من الضروريات بل من المطلوب. الشرع وضعها ايه؟ وضع افعل لتحصيل الفعل مع وجوده مرة واحدة. المذهب الاولاني بيقول لا، ده وضع افعل لطلب الفعل بدون المرة الواحدة. فالخلاف ما بينهم في ايه؟ هل المرة مدلول الامر ولا من مقتضيات الامر؟ المذهب الاول بيقول انها من مقتضيات الامر، حيث انه لا يوجد المأمور الا ضمن مرة واحدة، الا ضمن مرة واحدة. والتاني بيقول لا، ده الامر من حقيقته المرة الواحدة، من موضوعه المرة الواحدة. وقيل بالوقف عن المرة والتكرار، وده قول خامس. تحته قولان في معناه، أولهما أنه مشترك بين المرة والتكرار، يعني إنه هو موضوع للتكرار بوضع مستقل وموضوع ليه المرة بوضع مستقل. ولذلك بمعنى أنه مشترك بينهما. يبقى هنا اختلفوا في معنى الوقف. هو الوقف سببه إيه؟ سببه الاشتراك ولا سببه أنه موضوع لأحدهما ولا نعلمه؟ قال أهو بيقول لك قول خامس، تحته قولان في معناه، أولهما أنه مشترك بين المرة والتكرار، وثانيهما أنه حقيقة في أحدهما ولا نعرفه. والحصيلة أن الأول هينتج للوقف، لأنه إذا كان مشترك، يعني مشترك مولانا، يعني هو عايز يقول لك مشترك لفظي، عايز يقول لك أن صيغة افعل موضوعة لطلب المرة الواحدة بوضع مستقل، وموضوعة للتكرار بوضع مستقل. يبقى الاشتراك، والمشترك إذا لم تظهر له قرينة يتوقف فيه. قال لي ده حقيقة وده حقيقة، طب إيه بقى المراد منهما؟ أنا متوقف معرفش. أو إما أنه هو موضوع لأحدهما حقيقة وللآخر بوضع غير حقيقي ولا أعلم. هو موضوع لأيهما حقيقة وللآخر مجاز. هل يا ترى هو موضوع للمرة الواحدة حقيقة ولا للتكرار حقيقة؟ أنا معرفش، ولذلك توقفت. فالوقف سببه أنه مشترك أو أنه موضوع لواحد منهما وضعا حقيقيا ولا نعرفه. قيل وقيل يا مولانا، قيل وقيل. وإذا كان الأمر يعني أن صيغة افعل موضوعة لهذا بوضع مستقل وهذا بوضع مستقل، فإنه في النهاية أنا هتوقف. وإذا كان لواحد منهما وأنا معرفوش، في الآخر بدك أتوقف. فصار المذهب ده
هينتج الوقف في الصورتين. لكن الوقف في الأولاني لأنه مشترك، والمشترك إذا لم يوجد دليل على حمله على أحد المعنيين هتوقف. والتاني أنا هتوقف لأن أنا معرفش الحقيقة فين. سهلة، بارك الله في الشارح وفي المشروح له. قال بمعنى أنه مشترك بينهما، أي بين التكرار والمرة، أو لأحدهما بمعنى، أو لأحدهما يعني إيه؟ أو أنه موضوع لأحدهما. اكتب جنبها كده موضوع لأحدهما ولا نعرفه، اللي هو إيه؟ اللي هو الأحد الموضوع له. فيترتب على هذا تفريعية، هو الفاء هنا للتفريع يا مشايخ الإسلام، فلا يحمل على واحد منهما إلا بقرينة. الفاء تفرع على ذلك أنه لا يحمل على المرة أو على التكرار إلا إذا وجدت قرينة تدل على أن المراد منه التكرار، أو وجدت قرينة تدل على أن المراد منه المرة، أو أيضا وجدت قرينة تقول لي إن هو ده الموضوع لي وده المعنى فيه مجاز وهكذا. طيب يا مشايخ، ولا يقتضي الأمر المطلق الفور ولا التراخي. دي مسألة جديدة هنقراها إن شاء الله. وبعد كده عندنا بقى مسألة لطيفة خالص، وهي الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. لا ده لسه، بسم الله ما شاء الله، صدقوا إن احنا قربنا نختم الكتاب. يلا اشتغلوا بالصرع الحبيب. قال ولا يقتضي الأمر المطلق، ها المطلق يعني ايه؟ يعني العاري عن التقييد بإيه؟ العاري عن التقييد بالفور، أو العاري عن التقييد بالتراخي، زي المسألة اللي فاتت. الفور، الفور يعني المبادرة عقب ورود الأمر بالفعل. اسقني، يقوم الواد السقي على طول يحط مية. الفور هو المبادرة عقب ورود الأمر بالفعل. الفور ولا التراخي، أي لا يدل على واحد منهما، بل إنه يدل على مطلق طلب ماهية الفعل بدون أن يدل على أنه يأتي به فور ورود الأمر أو لا يأتي به فور ورود الأمر، إنما المراد هو الإتيان بالفعل مطلقا مجردا عن زمن معين. قال ولا يقتضي الأمر المطلق الفور ولا التراخي. ليه؟ لأن المقصود من الأمر تحصيل المطلوب، المقصود من قول اسقني هو حصول السقاية بغض النظر عن زمانها، سواء ده أو سواء بعد شوية، إلا أنه قد تقوم القرينة على إن أنا عايز أشرب دلوقتي، كما إذا حدث لي مثلا غصصت بالماء، أكلت لقمة حصلت فيها غصة، واخد بالك، ولو أنا ما شربتش بعديها مية هموت، يبقى دي قرينة، واخد بالك، قرينة على إيه؟ قرينة على الفور. أو أنا مش عايز أشرب دلوقتي، اسقني يعني اديني كده كوباية المية لأني أنا صايم، أنت فاهم بقى أن أنا صايم وعند أذان المغرب أبقى أفطر، وأنا بطلب منك الساعة 5. يا سلام، إيه ده؟ ما هو القرينة هي دلت أهي، يبقى كده مصر غلبت المغرب. الوطنية تستدعي هذا، لأن الغرض منه إيجاد الفعل، إيجاد الفعل يعني إدخاله في الوجود من غير اختصاص للفعل بالزمن الأول، يعني من غير أن يكون الفعل خاصا بالزمن الأول، ولا أن يكون الفعل خاصا بالزمن الثاني دون الزمن الثاني، يعني ليس في العبارة
ما يفيد اختصاص الفعل بالزمن الأول، وليس في العبارة ما يفيد اختصاص الفعل بالزمن الثاني، بل الأمر مطلق، والمطلق يحمل على إطلاقه. وقيل يقتضي الفور، يقتضي الأمر الفور، يعني يتطلب الأمر الفور، وهو فعله عقب سماعه. طب فين بقى يا مولانا الدليل؟ قال تعالى بقى معايا كده، ربنا بيقول فاستبقوا الخيرات. واستباق الخيرات معناه ايه؟ انك تأتي بالمأمور به عقب سماع الأمر، وهذا يدل على ايه؟ يدل على الفور. قال له بس خلي بالك، احنا بنتكلم في مجرد الصيغة، اما انت هنا استفيدت المبادرة من دليل خارجي، من قوله استبقوا. احنا بنتكلم في اصل صيغة افعل، هل هي موضوعة للفور؟ فانت رحت قلت لي اصل ربنا بيقول استبقوا، قلت لك ده من برة الصيغة، ده بدليل منفصل. دلت الصيغة على الفور هنا في هذه الاوامر من قوله استبقوا، لا من اصل الصيغة. عارف لو لم يأتي فاستبقوا ما فهمنا المبادرة بالفعل. قال لقوله فاستبقوا، المسابقة المبادرة بالفعل والتعجيل به أول زمن يمكنه الإتيان به. طب يا مولانا، قال أمر الشرع به، وكل ما سواء نطلع كده فوق، وكل ما أمر الشرع به فهو من الخيرات. كل الأوامر الشرعية كلها من الخيرات، وإذا كانت كل الأوامر الشرعية كلها من الخيرات فيكون الإنسان مأمورا بالمسابقة إليه، فتجب المبادرة إليه. وما دام كل الأوامر الشرعية من الخيرات يبقى تجب المبادرة إليه، وما دام يجب المبادرة إليه يبقى هو واجب على الفور. قال وكل ما أمر الشرع به فهو من الخيرات، وإذا كان من الخيرات فيدخل في قوله فاستبقوا الخيرات، وإذا دخل في ذلك فتجب المبادرة إليه. قال له لا، قال له أنا لا أسلم لك إن المراد فاستبقوا الخيرات هو المراد منها الأوامر الشرعية، ده المراد من الخيرات هنا الجنة. فاستبقوا الخيرات يعني فسارعوا إلى الجنة بفعل المطلوب، سواء بقى فعلته في أول الوقت أو في نصف الوقت. يبقى كأن المراد فاستبقوا الخيرات معناها إيه؟ معناها يعني حصلوا أسباب دخول الجنة. قال أجيب بأن المراد بالخيرات الجنة وما أعد فيها، والمعنى بادر إلى الجنة بفعل الطاعات. عايز الجنة عليك بالطاعة، سواء بقى هتفعلها في أول الوقت، في وسط الوقت، في آخر الوقت، اللفظ لا يتعرض لهذا. وبأن الغرض التحريض على المبادرة إلى الطاعة، وليس هذا من قبيل الأمر الإيجابي بفعل الطاعة في أول الزمان، بل المراد ان انت تحصل الفعل وتحصل الخير، لان هذا سبب من اسباب دخول الجنة. والمعنى بادر الى الجنة بفعل الطاعات، وبان الغرض التحريض على المبادرة الى الطاعات، وذلك غير وجوب التعجيل. التعجيل يعني ايه؟ يعني ان الصيغة تدل على ايقاع المأمور به فور سماع الامر ده. لكن هناك بيقول له ايه؟ بيقول لك بادر. بادر يعني ايه؟ يعني افعل الخير، تصدق، صم، صلي، ولكن ليس فيه امر بايقاع الفعل في اول الوقت، بل المراد منه تحصيل اصل الفعل. وهناك فرق بين تحصيل اصل الفعل وبين ايقاع الفعل في الزمن الاول او الزمن الثاني. وقيل يقتضي الفور أو العزم في الحال على الفعل بعد.
ونسب هذا القول إلى القاضي أبو بكر الباقلاني، ورجحه النووي في شرح المهذب، ولا يجب تجديده في كل جزء من الوقت، بل يكفي وجوده في أول الوقت ثم ينسحب بعد ذلك على أجزاء الوقت الباقية، اللي هو إيه؟ اللي هو وجوب. يعني أول ما تخش الصلاة كده انوي في أول الأذان إنك أنت تصلي الصلاة في وقتها، مش هتعملها يبقى انوي فعلها في أول الوقت. ده بنسميه إيه؟ بنسميه وجوب القصد على فعل الصلاة في أول وقتها، وهذا الذي رجحه الإمام النووي في شرح المهذب. يبقى عندي العزم نوعين، عندي في عند البلوغ أوجب علماؤنا على المكلف أن ينوي وأن يعزم عزما كليا على فعل الطاعات وعلى ترك المنهيات، وأيضا عندنا عزم وعندنا نوايا في الأوقات الموسعة. وقالوا فيها إيه؟ قالوا أن أول ما يأذن الأذان في الوقت الموسع وجب عليك أن تنوي إيقاع الصلاة في هذا الوقت، ولا يجب عليك بعد ذلك أن أنت في صلاة العشاء كل 5 دقائق تجدد نيتك أن أنت هتفعل الصلاة. قال هو يكفي مرة واحدة في أول الوقت ثم بعد ذلك هذه المرة تسحب على بقية الوقت. قال يقتضي الفور أو العزم في الحال على الفعل بعد، وده اللي رجحه الإمام النووي في شرح المهذب. وقيل هو مشترك، اللي هو إيه؟ اللي هو افعل، بين الفور والتراخي. التراخي اللي هو التأخير، وقد يأتي للتراخي كالحج. هو مشترك. يعني إيه مشترك؟ يعني موضوع للفور بوضع مستقل وموضوع للتراخي بوضع مستقل، لكنه قد يأتي للتراخي فيحمل على التراخي كما ورد ذلك في الحج. فالحج عند الشافعية على التراخي وليس على الفور، لأن الدليل دل على ذلك، حيث إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يحج إلا في السنة 10 من الهجرة، مع أن الحج وجب في السنة 6 أو 5، وخرج الصحابة وما يسير الصحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج إلا في حجة الوداع في آخر السنة. قال والأمر، يعني الأمر ده أنت عارف إحنا هنقرأ في إيه؟ إحنا هنقرأ في مقدمة الواجب. والأمر بإيجادي، يعني الذي لم يقيد وجوبه بما لسه. والأمر بإيجاد الفعل، الأمر بإيجاد الفعل يعني بإدخال الفعل في الوجود. يعني إذا أمرك الشارع مثلا بأن تدخل الفعل في الوجود، بأن قال لك صلي، أمر به، يعني أمر بالصلاة، وبما، يعني وبشيء لا يتم أي لا يوجد إلا به. يعني إيه؟ مسألة سهلة خالص ولذيذة، وهي من المسائل التي تنتج فقها وتتفرع عليها كثير من الفروع. الشارع قال لك صلي، فكلمة صلي اشتملت على أمرين: أمر بالمطابقة بالصلاة، وأمر بالالتزام بكل ما تتوقف عليه الصلاة. قال لي صلي، لازم أصلي، أدي أمر بالصلاة، وأمر بالوضوء،
لأن الوضوء مما تتوقف عليه الصلاة، فكأنه قال لي صلي وافعل كل ما لا بد منه في تحصيل الصلاة، فكأنه قال لي صلي، اتوضى، استقبل القبلة، استر العورة، كل ده في الصلاة. لأن هذه الأشياء لا توجد الصلاة ولا تحصل ولا تتم إلا بهذه الأشياء. ولذلك شوف العبارة ديت، يعني أنا شايف إنها من أجمل وأمتع العبارات، وتدل على زيادة على ما في المطولات. اقراها بإتقان وتعلم دقة صياغة الإمام، لأنه بيقول لك إيه؟ أمر به، يعني الأمر بإيجاد الفعل، يشتمل على مطلبين، أحدهما بالمطابقة والآخر بالالتزام. أنا فاهم كل عبارة بهذه الطريقة. اقرأ بقى عبارة أي حد من المصنفين أو الشراح، لن تفيدك هذا بهذه الطريقة. يبقى الأمر بالشيء أمر بهذا الشيء مطابقة وبكل ما يتوقف عليه هذا الشيء بالالتزام. فصار الأمر هنا زي ما أخونا الشيخ لؤي عايز يعمل، واحدة بالمطابقة واحدة بالالتزام، يمسك المنهاج كده مطابقة والتزاما، مفهوم بالتضمن ومفهوم المطابقة ومفهوم الالتزام، ومش عارف ايه، يطلع من المنهاج ما لم يكن الإمام النووي نفسه متوقعه، لأن اللغة العربية واسعة جدا، لا يتم أن يوجد إلا به، يعني إلا بذلك الشيء. طيب ما تتوقف عليه، ما يتوقف عليه الشيء قد يكون شرطا وقد يكون سببا، وقد يكون شرط وسبب لغوي شرعي عادي، ستة أشياء. طيب إيه هو بقى الشرط وإيه هو السبب؟ قالوا الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. والسبب ما يلزم من عدمه العدم، لا خليها من الأول، ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم لذاته. فالشرط يؤثر في جانب العدم، وأما السبب فيؤثر في طرفي الوجود والعدم معا. الشرط يلزم من عدمه العدم، يعني على سبيل المثال بالصلاة على سيدنا النبي، لا نكاح إلا بولي، فإذا انعدم الولي انعدم النكاح، فيلزم من عدم وجود الولي عدم النكاح، عدم النكاح يعني عدم صحة النكاح. طب وجد الولي يلزم وجود النكاح؟ لا. يلزم عدم وجود النكاح؟ لا. يبقى عدم الولي يلزم منه عدم صحة النكاح. عند السادة الشافعية راحت هي والأخ اللي عايز يتزوجها وجابت شهود، وقالوا الاتنين مع بعض صيغة، زوجيني نفسك على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى الصداق المسمى بيننا. قالت لو زوجتك نفسي على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى الصداق المسمى بيننا، قال لها قابلت الزواج منك على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى الصداق المسمى بيننا، هكذا أمام الشهود. ده شرط يا مولانا، يعني ايه؟ يعني ألزم من عدم الولي عدم صحة هذه الصيغة، وأنها لا توجد العقد الشرعي ولا يترتب عليه الآثار. يبقى ده شرط ولا مش شرط؟ بس شرط ايه؟ شرط شرعي، لأن الذي جاء وقال لي بأن النكاح يتوقف في صحته ووجوده على الولي هو الشرع، صح كده؟ صح. يا سلام،
ده الغزالي بيقول ان الولي شرط مش ركن. قال لنا دي كلها امثله المراد بها التقريب مش تحقيق المذهب، وان لا انت حضرتك بتقول ان هو شرط وهو في المذهب ركن ازاي ومش عارف ايه. خلينا بس واحده واحده يا مولانا. طيب عرفنا، طب وجد الولي، خلاص وجد الولي لا يؤثر لا بالوجود ولا بالسلب، خلاص انتهينا. طب يا مولانا دخول الوقت يعني اللي حصل ان الشمس زالت عن وسط السماء، زوال الشمس عن وسط السماء في صلاة الظهر سبب شرعي لوجوب صلاة الظهر، فإذا زالت الشمس عن كبد السماء ووسط السماء دل ذلك على وجوب الظهر، وإذا لم تزل يبقى الظهر لم تجب. فزوال الشمس عن كبد السماء يلزم من وجوده وجوب الصلاة، ويلزم من عدم وجوده عدم وجود الصلاة كالإسكار، فمتى وجد الإسكار في الشراب حرم، فإذ الإسكار يلزم من وجوده حرمة المشروب ويلزم من عدم وجوده عدم حرمة المشروب. طب حلو كده، عندنا بقى شرط شرعي. انتبهوا لأن المسألة دي لطيفة جدا والله. عندنا شرط شرعي، يعني ايه شرط شرعي؟ يعني الذي جعله شرطا هو الله. مين اللي منشئ للشرطية؟ ده ربنا. يبقى ده اسمه ايه؟ شرط شرعي. وعندي شرط عقلي، الشرط العقلي يلزم من عدمه العدم. زي ايه بقى الشرط العقلي؟ كترك الكلام لصحة الصلاة. يعني انا بقول الله اكبر، ترك الكلام ده ايه؟ ترك الكلام ده شرط لصحة الصلاة، بس شرط ايه؟ شرط عقلي، لانه يلزم من عدم ترك الصلاة عدم صحة الصلاة. يلزم من عدم ترك الكلام عدم صحة الصلاة، ولا يلزم من وجود، ما هو بنقول لك ترك الكلام، لأن ترك الكلام ده إيه؟ بنقول عدم ترك الكلام، عدم ترك الكلام اللي هو إيه؟ اللي هو الكلام نفسه. ولا يلزم من السكوت وجود الصلاة أو عدم وجود الصلاة، ولكن هذا إنما ثبت بالدليل العقلي. وعندي سبب شرعي، زي إيه؟ قال له صيغة العتق، ربنا أمرك بأن تعتق فيما إذا حنثت في الكفارة، فكفارته إطعام 10 مساكين فمن أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، ولا تحرير إلا بلفظ. يعني هتجيب العبد عندك أهو وتقول له أعتقتك بنية أنه عن الكفارة، فاللفظ سبب في العتق. يعني إيه؟ يعني يلزم من التلفظ بصيغة العتق العتق، ويلزم من عدم التلفظ عدم العتق. فهمنا؟ طيب السبب العقلي، قال له النظر المحصل للعلم عند الإمام الرازي وغيره. قالوا أنت علشان خاطر تصل إلى العلم بالله سبحانه وتعالى وأنت مطلوب بالعلم، لابد وأن تحصل أدوات العلم بأن تنظر إلى السماء وأن تنظر إلى الموجودات وإلى المخلوقات، فيصل تتحصل من خلال نظرك إليها
إلى معرفة المولى سبحانه وتعالى، لأن المعرفة ولأن العلم بالله لا يكون إلا بالنظر، فإذا وجد النظر وجد العلم، وإذا انتفى النظر انتفى العلم. والنظر له طريقة معينة عند الإمام معلومة في كتبه، أو سبب عادي. زي إيه بقى السبب العادي؟ مثل قطع الرقبة لحصول القتل، ده سبب عادي، لأنك يلزم من قطع الرقبة زوال الحياة، ويلزم من عدم قطعها عدم زوال الحياة. لكن من الذي أثبت لنا هذا؟ الذي أثبت لنا هذا هو العادة، لأن ممكن أو حز الرقبة، حزت الرقبة توفى، لم تحز الرقبة لم يتوفى. كحز الرقبة للقتل، مش للقتل كمان، مش للوفاة، للقتل، لأنك ممكن تحز الرقبة عقلا وما يموتش، تقطع رقبته كده هو، والله سبحانه وتعالى يخالف هذه العادة، ممكن. كما إذا قال الشارع اقتل قصاصا، فإن معنى اقتل قصاصا يعني حز الرقبة، وإذا حززت الرقبة فإنه يدل على إيه؟ على القتل، وإذا لم تحز فإنه لا يلزم من ذلك القتل. طيب يبقى فاضل لنا إيه بقى؟ أهو بيقول لك أهو، نمسك بقى حاجة حاجة كده. سببا شرعيا كصيغة الاعتاق له، يعني صيغة الاعتاق المحصلة للعتق، لأنه لا اعتاق إلا بصيغة، وذلك فيما إذا أمرت بالكفارة، ومن ضمن الكفارة العتق، فلا يحصل العتق الواجب إلا بصيغة، فحيثما وجدت الصيغة وجد العتق الواجب، وحيثما انتفت الصيغة انتفى العتق الواجب، وذلك مورده وسببه ومنشأه هو الشرع، أو عقليا يعني، أو سببا عقليا يعني، سواء كان سببا شرعيا أو سببا عقليا يعني منسوبا إلى العقل، كالنظر المحصل للعلم. النظر يعني النظر في مخلوقات الله على طريقة معينة، ينتقل الإنسان منها إلى خالقها وإلى باريها. يقول لك فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، ألا تدل على وجود الواحد القهار؟ يبقى الأعرابي نظر بطريقته وبأدواته فتوصل إلى المولى سبحانه وتعالى، ولو لم ينظر لا توصل. لعند الإمام الرازي وغيره. أو عاديا، أو كان سببا عاديا، وذلك كحز الرقبة في القتل فيما أمر، فيما إذا أمر الإنسان بالقصاص، فإنه إذا قيل له اقتص من فلان يبقى يلزم من هذا أنه يأمره بحز الرقبة. وحز الرقبة سبب عادي في حصول الموت، أو شرطا، أو كان ما يتوقف عليه الواجب وما يتم به يعني شرطا شرعيا، أي منشأه الشرع، كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة المؤدية إليها، أي الموصلة إلى صحة الصلاة إذا وقعت معها، فإن الصلاة لا تصح بدون الطهارة، فإن الطهارة، طهارة هنا أعم، سواء كانت الطهارة بالماء أو كانت الطهارة بالتراب، شرط، وهذا تقرر من جهة الشرع، يعني شرعي يعني منسوب إلى الشرع، يعني الذي أثبته وأنشأه هو الشرع للصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها، يعني لا تصح الصلاة إلا بالطهارة الشرعية، أو شرطا عقليا كترك ضد الواجب، اللي هو إيه؟ ضد الواجب، الواجب هو الصلاة، جميل، ضد الصلاة إيه؟ احنا أمرنا بالسكوت، ضد الصلاة الكلام،
بما بكلام الناس. قال كترك ضد الواجب، يبقى ترك الكلام في الصلاة ده شرط عقلي، لأنه يلزم من عدم ترك الكلام عدم الصلاة. أصل عدم ترك الكلام ده إيه؟ يعني الكلام، عدم ترك الكلام يعني أنه تكلم في صلاة، فيلزم من الكلام في الصلاة عدم صحة الصلاة. أو عاديا، أو كان شرطا عاديا، كغسل جزء من الرأس بغسل الوجه، فإن غسل الوجه لا ينفك في العادة عن غسل جزء من الرأس. احنا عشان نعلم أننا قد غسلنا وجهنا لابد وأن نغسل معه جزء من الرأس. هو من دلوقتي اللي هيمسك كده حدود رأسه ويضبطها علشان يغسل ما عداها؟ مفيش. فغالبا غالبا لا ينفك غسل الوجه عن غسل جزء من الرأس، وإنما كان الأمر بالفعل أمرا بما لا يتم، أي لا يوجد إلا به، لأنه لو لم يجب أهي. طيب هو الأمر بالصلاة لماذا كان أمرا كذلك بكل ما تتوقف عليه الصلاة من شروط ومن أسباب؟ قال لأننا لو لم نوجب، لو لم يوجب بوجوبه لجاز تركه. لو لم نقل بأن هذا الشرط واجب لجاز حينئذ ترك الشرط، وإذا جاز ترك الشرط فإنك حتى وإن فعلت المشروط يكون المشروط متروك. ليه؟ لأن حضرتك لم تفعله على الوجه المطلوب. قم دلوقتي وانت محدث ووجد للماء، صلي ركعتين، هدي هتبقى صلاة؟ لا. فلو لم نقل بأن الشرط واجب لأدى ذلك إلى ترك المشروط، وترك المشروط باطل، فما أدى إليه وهو القول بعدم وجوب الشرط باطل كذلك، لأن ما أدى إلى الباطل باطل. ده بطريقة بسيطة يعني، لأنه أي لأن الحال والشأن لو لم يوجب اللي هو إيه؟ يوجب الشرط بوجوبه، بوجوب الإيه؟ المشروط، لجاز تركه اللي هو إيه؟ لا، لجاز ترك المشروط. يبقى لجاز تركه لجاز ترك المشروط. يبقى لو لم نقل بأن الشرط واجب لأدى ذلك إلى ترك المشروط. ليه؟ لأن احنا بنقول له لا، الوضوء مش شرط، الوضوء مش يعني مش واجب عليك ان انت تتوضى، بس قوم صلي. طب ما انا حتى لو صليت الصلاة مش هتبقى معتبرة وهيبقى غير معتد بها، فيبقى انا تركتها. يبقى القول بأن الشرط ليس بواجب هيؤدي إلى ترك المشروط، وترك المشروط باطل، فما أدى إلى ترك المشروط وهو عدم القول بوجوب الشرط يبقى ده باطل، لأنه لو لم يوجب اللي هو إيه؟ الشرط بوجوبه أي بوجوب المشروط لجاز تركه اللي هو إيه؟ اللي هو المشروط. ولو جاز تركه اللي هو ترك الشرط لجاز ترك الواجب المتوقف عليه واللازم باطل. قلناها لكم هتبقى شكلها ايه؟ شكلها زي ما انا قلت لكم كده، لان جواز ترك الواجب يقتضي انه غير واجب، وقد فرض انه واجب
فهو محال. إما أصل هو كمان العلماء اختلفوا في تقرير هذا الدليل، واخد بال حضرتك، لأن ما قالوا إلى أنه الشرط مش هيبقى شرط، أو أن المشروط مش هيبقى مشروط. نقراها تاني مع بعض عشان ده الدليل ده هتلاقيه عندك في المحلي على جمع الجوامع. لأنه لو لم يوجب بوجوبه، لو لم يوجب، الضمير عائد لإيه؟ عائد للشرط. بوجوبه، الشرط وما معه يا مولانا، ما تدنقرش الله يكرمك، خلي العيال تفهم. لأنه لو لم يوجب اللي هو الشرط وما معه بوجوبه أي المشروط وما معه لجاز تركه، اللي هو ترك إيه؟ لا، لأنه لو لم يوجب الشرط بوجوب المشروط لجاز ترك المشروط. يعني لو لم نقل بأن الشرط واجب لأدى ذلك إلى ترك المشروط. ترك الشرط يا سيدي. لأنه لو لم يوجب بوجوبه بوجوب المشروط لجاز تركه. لا، الشرط ده انا كاتبها حتى عندي هنا، الشرط مش المشروط. يبقى لو لم يوجب بوجوبه، يعني لو لم يوجب الشرط بوجوب المشروط لجاز تركه، اي الشرط، اكتبوا جنبها الشرط، انا حتى عندي في الكتاب كاتبها الشرط مش المشروط، الشرط. لجاز ترك الشرط، يعني لو لم نقل بان، على سبيل المثال اللي هنقوله هنا، صيغة الاعتاق غير واجبة لأدى ذلك إلى ترك صيغة الاعتاق، وإذا تركنا صيغة الاعتاق يكون حينئذ الاعتاق غير واجب، وإذا قلنا بأنه غير واجب يبقى احنا كده خالفنا، لاننا قبل ذلك قلنا بانه واجب. ولو جاز تركه، ترك الشرط، لجاز ترك الواجب، لان احنا لو قلنا ان صيغه الاعتاق غير واجبه يبقى كمان العتق غير واجب، مع اننا قلنا بان العتق واجب. طيب، ولو جاز تركه اي ترك الشرط لجاز ترك الواجب المتوقف عليه أي على الشرط، واللازم باطل اللي هو ترك إيه؟ ترك المشروط، فما أدى إليه كذلك وهو ترك الشرط يكون باطلا. أقول تاني؟ فهمت أيها الساقي؟ فهمت كويس. وقيل إنه غير واجب بوجوبه مطلقا، قالوا لأن الدليل الدل على الواجب ساكت عنه، قالوا إنه غير واجب بوجوبه اللي هو إيه؟ اللي هو الشرط والسبب، غير واجب بوجوب المشروط ولا بوجوب المسبب. لماذا؟ قالوا لأن الدليل دل على وجوب المشروط ودل على وجوب المسبب فقط، وسكت عن السبب وسكت عن الشرط. قال لأن الدليل الدل على الواجب ساكت عنه، يعني الخطاب الدل على إيجاب الشيء لا يدل على إيجاب السبب. لا، دي قضية تانية. وقيل إنه غير واجب بوجوبه مطلقا، فأنت لو أوجبت هتبقى زودت على الدليل وخالفت الظاهر، لأن الدليل ساكت، فأنت هتيجي تقول لا، أنا هقول إن الدليل أيضا يقول بوجوب الشرط وبوجوب السبب. طب ما هو الدليل ساكت على الشرط وعن السبب، فإن قلت بوجوبه فقد زدت على الدليل، والزيادة على الدليل غير جائزة. قالوا طب ما احنا زدنا عن الدليل لضرورة،
وهو أننا لو لم نقل بهذا لبطل هذا الدليل، ولبطل الأمر بالاعتاق. يعني لو لم نقل بوجوب صيغة الاعتاق لأدى إلى بطلان الواجب، وهو صيغة، وهو الاعتاق نفسه. هو في اعتاق إلا بصيغة؟ طب أنا هعتق إزاي؟ ماشي، خلينا نقول الصيغة مش واجب، أنا هعتق بقى إزاي؟ فهم، هعتق إزاي؟ قول لي بقى الحل عندك، قول لي يا شيخ الحل، هعتق إزاي بقى ما دام إن الصيغة مش واجبة؟ تقول لي الاعتاق واجب بس الصيغة مش واجبة. طب أنا هعتق إزاي؟ هعتق بالصيغة، يبقى تكون الصيغة واجبة. تقول لي لا الصيغة مش واجبة. طب خلاص أنا ما دام مش واجبة أنا مش لن آتي بالصيغة، وإذا لم آتي بالصيغة يبقى لم آتي بالاعتاق، وإذا لم آتي بالاعتاق يبقى حينئذ الاعتاق غير واجب. الطريق مسدود، وهو اللي سده على نفسه. وقيل يجب إن كان سببا. الخطاب الدل على إيجاب الشيء لا يدل على، طيب لا ده كلام ثاني، ده اللي أنا بقوله ده توجيه آخر. بيقول واجب إن كان سببا، يعني إن كان الذي يتوقف عليه الواجب سببا شرعيا أو عقليا فإنه يجب بوجوب الشيء. يعني قال له أعتق رقبة، الصيغة وهي أنت حر دي واجب لأنها سبب والواجب يتوقف عليها. يبقى إن كان سببا، سببا إيه؟ سببا شرعيا أو عقليا قال له فاعلم أنه لا إله إلا الله، يعني حصل العلم، يبقى الأمر بتحصيل العلم بالله أمر بالنظر لأنه سبب. سبب إيه؟ سبب عقلي. أو قال له مثلا كتب عليكم القصاص، يبقى الأمر بالقصاص أمر بحز الرقبة. يبقى إن كان سببا، سببا إيه؟ سببا شرعيا أو عقليا أو عاديا. ليه؟ قالوا لأن ارتباط السبب بالمسبب من الطرفين، لأنه يلزم من الوجود الوجود ومن العدم العدم، فالسبب مرتبط بالمسبب ارتباط لزومي من الطرفين لا ينفك عنه. فإذا أمر بشيء يؤمر بما تعلق به تعلقا أكيدا من الطرفين. وقال المصنف في غير هذا الكتاب يجب إن كان شرطا شرعيا. ليه؟ قالوا لأن الشرط الشرعي مظنة الغفلة عنه. لما يجي يقول لك صلي لكون إن هو شرط ومرتبط به من طرف واحد هتغفل عنه، وإذا غفلت عنه هيؤدي ذلك إلى ترك ما أوجبه عليك، فلذلك كان واجبا من قبيل التنبه عليه. طيب واجهوا أن الشرط الشرعي إنما عرفت شرطيته من الشارع، فعدم إيجابه بالخطاب الموجب للمشروط يوجب غفلة عنه. الله، زي ما أنا قلت لكم كده، إن أنت لو قلت إن هو مش واجب هتغفل عنه، وإذا غفلت عنه يبقى حضرتك لما تأتي بالعبادة هتأتي بالعبادة على غير وجهها، ويبقى كأنك لم تفعل وكأن العبادة غير واجبة. وعدم انتفائه وعدم التفاته إليه، وذلك موجب لتركه، وتركه يؤدي إلى بطلان المشروط، فلزم من ذلك أن يكون الخطاب المشروط موجبا له حتى لا يغفل المكلف عنه. طيب في ده كلام طويل، وإذا فعل ده كلام تاني نقف عنده، لأن كان الله في عونكم.